وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع كتاب ربنا، ما حاز وما فاز وما سبق السابقون واجتهد المجتهدون وارتقى المرتقون إلا بالتزامهم بكتاب ربهم العزيز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وقد قال الله جل في علاه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال عمر بن الخطاب: كتاب الله بيننا. وما زلنا مع سورة لقمان، وبلغنا إلى قوله جل في علاه: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. قلنا هنا قال فبشره بعذاب أليم، وكانت البشارة على النكاية، وهي تأتي للخير وللشر، لكن أكثر استعمالاتها في الخير. هنا جاءت تقريعا وتوبيخا وإذلالا وتحقيرا. نعم، إن الذين آمنوا وعملوا، هنا التأكيد في هذا الباب، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جعل الأمر في إيمان والعمل الصالح. إن الذين ترى في الكتاب لا يمكن بحال من الأحوال أن يأتي الإيمان خاليا عن العمل الصالح، ولا بد من الوثاق والاقتران. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلا يمكن أن تجد عملا صالحا إلا وأصله وأساسه الإيمان، ولن تجد، وأقصد بالعمل الصالح الذي توفرت فيه الشروط والأركان، أساس بإخلاص ومتابعة. ولا يمكن أن تجد إيمانا ليس له أثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فكان الإيمان محله القلب، ولا بد أن ينضح على الجوارح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في القلب، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. ليس جنة واحدة بل هي جنات، كما قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن المؤمن في الجنة يرث الكافر، فإن الله أعد لكل عبد مكلف مقاما في الجنة ومقاما في النار. أهل النار الذين هم أهل النار يرثون مقامات ومقاعد أهل الجنان في النيران، لأن الله أنقذهم منها، وأهل الجنان يرثون أهل النيران في مقاعدهم ومقاماتهم في الجنان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. ووصف الجنات بالنعيم وجعلها على التعميم: نعيم ولذة، نعيم سرمدي أمدي، نعيم على الروح ونعيم على البدن. فهم يلهمون التسبيح والتحميد، وأعظم ما ينعمون به في الجنان زيارة ربنا الرحمن، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. والناس على ذلك أصناف، منهم من يزور ربه جل في علاه غدوا وعشيا، يلقى ربه ويراه، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ومنهم من يزور ربه يوم المزيد، يوم الجمعة. ومنهم من يكون ممن يراه في الأعياد. الغرض المقصود
بأن أعظم النعيم على الإطلاق هو النظر إلى وجه الله الكريم، فتكون اللذة هنا والنعيم نعيم روحي ونعيم بدني، ردا على المعتزلة وغيرهم، كما قال الله جل في علاه: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وقال الله تعالى: لهم فيها ما يشتهون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها. خالدين فيها، الخلود في الشيء فيه تكرار النعيم، والإنسان يمل حتى ولو كان الأمر على النعيم، قد يمل الإنسان من النعيم ومن ديمومة النعيم، كما قال بين، كما هذا هو شأن كل إنسان، رب يحفظكم جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل النعيم الذي يكون في هذه الجنات بأنها تستديم، وكلما اشتهى المرء شيئا رزقه الله إياه. قال: لهم فيها ما يشتهون. وأيضا قال الله تعالى عنهم جميعا: لا يبغون عنها حولا. لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها، وشوف مع الخلود: لا يبغون عنها حولا. فهم في نعيم متقلب، مستديم صرمدي أبدي، خالدين فيها أبدا. قال: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خالدين فيها وعد الله حقا. شوف قال إيش؟ قال: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. والعجيب أنه مع الجنات ومع النعيم ختم الآيات باسمين عظيمين جليلين. قال: خالدين فيها وعد الله حقا، ومن أوفى بعهدي من الله، إن الله إذا وعد وفى وأوفى. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. مع أن هنا العزة مع الغلبة والنصرة والقوة والقهر. قال: وهو العزيز، لأنه بجبروته أنجى المؤمنين من النيران وأدخلهم الجنان، وبحكمته وضع الشيء في موضعه، فلم يجعل الثواب مقام العقاب ولا العقاب مقام الثواب، سبحانه جل في علاه، مع أنه على كل شيء قدير. ووصف نفسه وصفا دقيقا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومع ذلك الحكمة تأبى إلا أن يكون الشيء في مكانهم، في مقامهم، في موضعه. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها فكأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. خلق السماوات بغير عمد ترونها. بعض العلماء يرى بأن هذه الآية تثبت الأعمدة للسماوات، لأن المنفي هو الرؤية لا الأعمدة. يرون أن النفي يرجع إلى الرؤية لا الأعمدة. والمعنى أنه خلق السماوات على الأعمدة، لأنه إن رأيت في الكون بأسره ما يستقر سقف إلا بأعمدة، لا يستقر سقف إلا بأعمدة. فلذلك قالوا الأعمدة موجودة، لكن من عظيم ربوبية الله جل في علاه هو أن الأعمدة لا يراها، لا 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 ترونها. وهذا صراحة بعيد، وهذا بعيد وليس بسديد. والصحيح أن عظيم ربوبية الله جل في علاه يتجلى بأن هذا السقف سقفا قائما حافظا محفوظا، كما بينه الله تعالى أنه جعله سقفا محفوظا. هذه السماء في بديع خلق الله جل في علاه، في منظومة الكون بيسرها، على هذا النسق العظيم دال
على عظيم ربوبية الله جل في علاه، السماء جعلها سقفا محفوظا وهم عن آياتها غافلون. فإذا في قوله جل في علاه بغير عمد أنها بغير عمد، والآية على ظاهرها ولا داعي للنظر في التأويل، فإنه خلق السماء سقفا محفوظا بلا عمد. وقوله ترونها، الضمير عائد على السماء، تراها سقفا ولا ترى لها أعمدة. وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم وبث فيها من كل داب، وألقى في الأرض رواسية، هذه الجبال الشاهقات، وهي من أعظم الآيات على عظيم ربوبية رب الأرض والسماوات. هذه الجبال الشاهقة تنادي نداء عظيما على توحيد الله جل في علاه، وعلى قوة الله، وعلى قدرة الله، وعلى جبروت الله. وفي غير ما موضع من كتاب الله جل في علاه بيّن أنها من عظيم الحكم أيضا في خلقها، أنها تثبت الأرض لا تضطرب، لا تميد بكم تسيرون على الأرض بسطا ممهدة، وجعل الله هذه الجبال راسخة تثبت الأرض فلا تضطرب بكم، ولو اضطربت ما استطعتم السير بها، ولو اضطربت ما استطعتم السير عليها. وهذه أيضا من عظيم ربوبية الله جل في علاه. قال سبحانه: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. وبث فيها من كل دابة، كل دابة يعني كل ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض يدخل تحتها الآن. طيب حاضر. وبث فيها من كل دابة، الإنس والجن والحيوان، فكل حيوان يدب على الأرض ينزل في هذه الآية. وهذه أيضا فيها اختلاف المخلوقات مع اختلاف اللغات مع بديع المخلوقات، دل أيضا على عظيم ربوبية الأرض والسماوات، على عظيم ربوبية رب الأرض والسماوات. وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء فأنبتنا فيها ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. فهنا قسمها إلى ثلاثة: تنظر إلى السماء أولا لعظيم خلقه، وإلى الأرض أيضا، ثم تنظر بعد ذلك نظرا عظيما إلى هذه الآية العظيمة، هي الماء الذي ينزل من السماء. آية عظيمة من هذه الآيات، وهي نزول الماء ينسابه وينساقه إلى الأرض فيحييها الله جل وعلا بهذا الماء. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به من كل زوج كريم، من كل زوج حسن، فيه بهجة نضارة للوجه وحسن ذوق وطعم. فهذا كله من الآيات العظام التي تثبت وتظهر عظيم ربوبية الله جل في علاه. هنا بيّن الله جل في علاه في عظيم خلقه أصناف ثلاثة، طوائف ثلاثة. الطائفة الأولى السماء بغير عمد، وهذه أيضا فيها دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. الثاني الأرض وما فيها من الجبال الشاهقات، لئلا تضطرب، لئلا تميد بكم، نعم، مع ما فيها من الآيات أيضا: بث فيها من كل دابة، وأنزل من السماء ماء فأنبت الثمر. قال: فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. وهذه كما قلنا فيها دلالة على أحياء الموتى، لأن الله جل وعلا قال: إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. قال: هذا خلق الله، تحديه الآن. قال: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. قال: هذا ما ترونه من عظيم الآيات في العالم العلوي، السماء تراها سقفا محفوظا بلا عمد، الأرض لا تضطرب لا تميد، ثابتة راسخة ممهدة منبسطة للسير فيها، لحسن السير فيها. وبث فيها من كل دابة، آية عظيمة من آيات الله جل في علاه.
وأيضا نزول الماء من السماء، نفس نزول الماء آية من آيات الله جل في علاه. ونزول الماء من السماء مع أحياء الأرض بعد موتها وإنبات الزرع فيها والنبات من آيات الله العظيمة. قال: هذا خلق الله، السماء والأرض وما بينهما والبحار والأنهار والأشجار والثمار، كلها دلالات عظيمات من الآيات الباهرات القاهرات على وجود رب الأرض والسماوات. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. ولذلك أعجزهم أيضا الله جل في علاه عندما قال: أم خلقوا من غير شيء، وهذا لا يعقل بحال من الأحوال، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. إذن هم خلقهم الله جل في علاه، والذين تدعون لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا جميعا له وما استطاعوا أن يستنقذوا شيئا أخذه الذباب منهم. قال الله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. بل الظالمون هنا المقصود بهم أهل الكفر والعناد والشرك والإلحاد. قال الله تعالى: بل الظالمون، وهذه أيضا فيها دلالة على أن الظلم يطلق على الشرك كما وعلى الكفر، كما قال ابن عباس: الظلم ظلم أكبر ظلم أصغر، والشرك شرك أكبر شرك أصغر، والكفر كفر أكبر وكفر أصغر. والظلم هنا بمعنى الكفر، كما قال الله تعالى: في الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. وسيأتي في نصيحة لقمان لابنه قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الفوائد المستنبطة: تلازم الإيمان مع العمل الصالح، تناسق الخلق من عظيم الآيات على توحيد رب الأرض والسماوات، الظلم والضلال متلازمان، الظلم والضلال متلازمان، من ظلم لابد أن يضل، وقد وصف الله ضلاله قال: في ضلال مبين. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.